إذا أحد مصادر الطاقة زي ما حكينا مصادر الطاقة التقليدية اللي هي الكول، هاي هون نظرة بتعطينا نظرة أو فكرة عن محطة التوليد. ما فيش لنا غير محطة واحدة أظن حسب ما بذكر في الأردن، محطة صغيرة للتوليد باستعمال الفحم الحجر. مصدر الكول بدخل عندنا من هون. هلا حتى آخذ الطاقة اللي موجودة في هذا الفحم الحجري راح أحرقه في البويلر. فهون في داخل البويلر اللي هون بحرق الفحم الحجري، والفحم الحجري راح يسخن المي. وفي عندي هون مصدر للمي في هاي الحالة. أنا هون في عندي مصدر للمي أستعمله كستيم، فبتحول هاي المي تتحول لستيم. بعدين ستيم هون من البويلر تدخل هون عندي في، وبتمر على ستيم تيرباين. فستيم تيرباين عندنا هون رقمه 6 ستيم تيرباين. وراح تلاحظوا ستيم التيرباين بشكل عام، اي تيرباين تعريفه هو قطعه ميكانيكيه تشبه المروحه، بياثر عليها الفلو تبع غاز او ستيم بالحاله هاي، فبخليها تلف، فبحول الطاقه اللي موجوده في الستيم الى طاقه ميكانيكيه دورانيه. هاي الطاقة الميكانيكية الدورانية تأثر على الجنريتر، وعندنا الالكتريكال جنريتر. الالكتريكال جنريتر راح يولد طاقة كهربائية 3 فاز، والطاقة الكهربائية هاي 7 راح تروح المحول. وين مكان المحول؟ هون مبين تيربان جنريتر الكتريسيتي ترانسميشن 9. هون المفروض في ترانسفورمر، مش موجود هون، مش مبين هون، بس راح يكون في ترانسفورمر هون يرفع الطاقة الجهد الكهربائي، وبعدين نقل، بعدين بوصل للريزيدنشال كاستمرز بيستهلكوا هاي الطاقة الكهربائية. عندي هون الووتر سبلاي مصدر المياه. مصدر المياه راح تضلها مصدر المياه دوار، يعني راح اخذ المياه راح اسخنها احولها لستيم. بعد ما احولها لستيم راح تدخل هون على ستيم تيرباين، بعدين راح تطلع من هون ارد ابردها مرة ثانية وادخلها بنفس السايكل. فبنضلها دائرة بنفس السايكل، بستعمل نفس المياه هاي او بعملها توبينج اب. الغازات اللي بتطلع من عملية الاحتراق الكول بتمر في 4 اللي هو الاكزوست ستاك، وبكون رافعينه فوق سطح الارض عشان ما ياثر على المناطق السكنية حواليها. 5 هون بيطلع عندي الغازات، وعادة بكون مركبين جهاز، بركبوا اجهزة الان صار حتى يقدر يستخرج بعض الشوائب والاشياء اللي بتسبب التلوث، بستخرجها من هون من هذا الغاز قبل ما يطلع الى الجو الخارجي. هاي عملية فحم الحجري، مشبهها الى حد كبير الغاز تيرباين، متشابهة باختلاف انه هون عندنا هذا فيول اويل. الفيول اويل تقريبا شبيه جدا، هون اويل سبلاي، الاويل سبلاي بنفس الطريقه، بس الاويل فيول بيجي على شكل انابيب. وهون بتتكرر نفس العمليه، بسخن الاويل في البويلر، بسخن المي بحولها لستيم، ستيم تدخل على ستيم تيرباين على الجنريتر، الجنريتر بولد الطاقه الكهربائيه 3 فاز، بعدين تدخل على نظام عاده بيكون في محول بيرفع الجهد لضغط اعلى، وبعدين بيتم النقل والتوزيع، ومره ثانيه بنزل الجهد عند الريزيدنشال كاستمرز. وعندنا هون نفس الشيء راح يكون في ستاك 8 اكزوست ستاك 8 حتى اتخلص من نواتج هذا الاحتراق. نفس الفكره عندي تيرباين ستيم تيرباين. فلحد الان عندي هاي نوع اول نوع من التيرباينز اللي هو ستيم تيرباين. هون راح نشوف نوع تيرباين مختلف اللي هو الغاز تيرباين 8 غاز ان. انا هون عندي ستيم تيرباين وغاز تيرباين، هذه اللي هي بستفيد من الحالتين، بستفيد من الغاز اللي موجود وبستفيد من الستيم، من الحراره اللي بتطلع من الغاز بستفيد منها كستيم تيرباين. هذا اسمه كومباين سايكل. فبدخل عندي خط الغاز، خط الغاز اول شيء ما بدخل على ستيم تيرباين. لاحظوا الاختلاف بين ستيم تيرباين، بين الغاز تيرباين وستيم تيرباين. الغاز تيرباين بعطيني التوليد هون، هي المولد اللي بولد من الغاز تيرباين جنريتر، الكتريكال جنريتر 4. اللي بصير بعدين بس يطلع عندي الغاز الاكزوست غازز اللي بتطلع من هون، بستفيد منها اني اسخن المي، فبسخن المي هي هون، فاللي بيطلع من الغاز تيرباين الغازات نعمل هيت ريكفري، بنستفيد من الغاز وبنسخن المي بحولها لستيم، فستيم تدخل على
ستيم تيربان. هذا أصدق أنه اسمه كومبايند سايكل. كومبايند سايكل الفكرة فيها أنه الحرارة اللي موجودة في الإكزوست جازز اللي بتطلع من الجاز تيربان برد بستفيد منها وبسخن فيها المي وبحولها لستيم. فبستطف هاي الكومبايند سايكل ممكن ترفع الإفشنسي لهاي العملية حوالي 40%. هدول التنين بيولدوا، الأربعة بيولد طاقة كهربائية وتسعة بيولد طاقة كهربائية، وبدهم يكونوا التنين سينكرونايز بحيث انهم استفيد من الطاقة الكهربائية من التنين يدخل على خط التوزيع الكهربائي. وهون عندنا الاكزوست ستاك اللي راح اتخلص فيه من الاكزوست جازز اللي بتطلع منها بعد ما استفيد ارد من الحرارة الموجودة فيها بتطلع للجو. هون نفس الشيء الووتر سيستم، الووتر سيستم اللي بيعمل سايكلينج للستيم. هدول لحد الان الانواع الثلاثه هما هم فوسيل فيول. النيوكليير عندنا هون السيستم الاولي، لاحظوا هون ايش بنكمل، ايش بنستعمل؟ ستيم تيرباين. نفس الشيء برد بستعمل ستيم تيرباين ومصدر للمياه بنفس الطريقه. الاختلاف هون المصدر الاصلي للحراره، وين يجي مصدر الحراره. فعندنا هون الرياكتور فيسل اللي بصير فيه التفاعل، اللي هو عاده اللي هو الانشطار، فيشن الانشطار. المفروض يكون في طريقة اني استطيع اتحكم بسرعة هذا التفاعل. هاي النيوكليير، هاي الرياكتر، هاي الرياكتر فيسل، هاي اللي بصير فيها الفيشن، فبصير في عندي الحرارة، والحرارة هاي اللي بستفيد منها بحيث اني اسخن المي وستيم وبعدين اكمل المرحلة. هاي عشان ابطئ هذا التفاعل او اسرع هذا التفاعل في كاربون رودز. الكاربون رودز اذا نزلتهم ببطئوا هذا التفاعل، اذا رفعتهم هون بسرعوا هذا التفاعل. فبقدر اتحكم بسرعه التفاعل عن طريق ادخال او اخراج الكاربون رودز اللي موجوده هون. الحراره بعد اللي بستفيد منها بسخن فيها المي، وبعدين بصير عندي ستيم. ستيم بدخله بنفس الطريقه وادخل على تيرباين جنريتر، نفس الشيء ووتر سيستم وجنريتر، بعدين اعطينا الطاقه الكهربائيه اللي بنقلها للكاستمرز. هون مستخدمين سي ووتر حتى يعملوا التبريد، عشان يعمل التبريد هون لنفس العمليه هاي. التبريد بيستعمل مية البحر. صرنا شايفين تو تيرباينز لحد الان، ايش هم؟ ستيم وغاز. بحالة الغاز تيربان استعملنا غاز وستيم تيربان. هون رح نستعمل هيدرو تيربان. الهيدرو تيربان بالحالة هاي مبني على سد. في عندنا الفرق في الارتفاع، هذا اللي بخلي العملية هاي تشتغل. لازم يكون عندي فرق في الارتفاع، بنسميه عادة هذا الفرق هيد. ففي عندنا اختلاف عمودي في مستوى المياه، هذا اللي بيعطيني طاقة الوضع اللي موجودة، اللي بنحولها لطاقة حركة. هذا اسمه بنستوك. الأنبوب النازل اللي بينزل من المكان المرتفع للمكان المنخفض، وأحيانا بيكون عمودي أكثر من هيك. رح تشوف في بعض حالات بيكون تنزل المي وبعدين بينزل هذا بشكل عمودي اكثر حتى تكتسب المياه سرعه عاليه وطاقه حراريه، بعدين تضرب هون في الغاز تيربان في الهايدرو تيربان. ايش بتلاحظوا بهذا الهايدرو تيربان؟ مش افقي الاكسس تبعه، عمودي. شو يعني؟ الجنريتر فوق والتيربان تحت. اللي شفناهم قبل شوي كانوا هوريزونتال، كان عندي غاز تيربان او ستيم تيربان جنبه الجنريتر. هذول هيك لفينا، فهذول موجود على مستوى، هذا طابق وهذا طابق مختلف، وهذا الاكسس بربط التيربان الهايدرو تيربان مع الالكتريكال جنريتر. البنستوك بتمر فيه
المياه لما اكون بدي انزل المياه بنفس الوقت اولد الطاقه كهربائيه. دكتور ما فيها جير بوكس صح؟ نعم بكون مربوط على الشافت جير بوكس صح؟ لا بهي الحاله ما في جير بوكس. هلا في حالات معينه بحتاج استعمل جير بوكس. جير بوكس عاده بستعمله بالحالات اللي مثلا بدي ارفع حمل معين. فعندي محرك مشبوك مع بدي اشبكه مثلا مع بولي بينهم بحط جير بوكس لانه سرعه المحرك اعلى بكثير. بس بالحاله هاي مباشره هدول ما في بينهم جير بوكس. في الوينتر باينز موجود. بالوينتر باين موجود صحيح بالضبط. نسبه السرعتين مختلفه، بالحاله هاي ما في جير بوكس، بالوينتر باين في جير بوكس. ما بين التيرباين هاي تيرباين ثالث ايش هو؟ وينتر باين. وينتر باين، هايدرو تيرباين، غاز تيرباين، ستيم تيرباين. هلا في بعض حالات اللي راح نشوفها بعدين في بعض حالات انا بستخدم هذا للتخزين. فبدي ارد اضخ المي من تحت لفوق. يعني في لحظه معينه في عندي زياده. فبامكاني استخدم نفس هذا المولد بعكس العمليه، بستخدم المولد كمحرك. وبستخدم هذا التيرباين كبمب. فشو بعمل؟ بجيب كهرباء على الجنريتر، بشغل الجنريتر، الجنريتر بيشتغل بصير هو بدل ما يكون تيرباين وتضربه المياه هو بصير بيعمل بامبينج وبرفع المياه لفوق. هذه نوع من انواع الستورج بتشبه الستورج اللي حكى عنه قبل شوي. هدفها نفسه. بس طبعا البطاريه سرعه استجابتها والسرعه اللي بتقدر تيجي فيها اون لاين اسرع بكثير من هذا. البطاريه قديش بدها وقت حتى تيجي اون لاين؟ بتتوقع لو انا بدي البطاريه تيجي اون لاين وتبدا تولد طاقه كهربائيه ثواني جزء من الثانيه ممكن ربع ثانيه، بربع ثانيه بتكون البطاريه الليثيوم ايون مثلا جاهزه واون لاين وعمالها بتولد حتى تستجيب بسرعه. هذا تقريبا قديش لو انا بدي اولد الشبكه الكهربائيه؟ بدي حوالي 12 ثانيه. لما بيجي الانستركشن افتح الجيت الفالفز اللي هون حتى تبدا تنزل المي تلف التيرباين والتيرباين والجنريتر يشبك على الجريد بدي حوالي 12 ثانيه، هذا فرق كبير بس برضه 12 ثانيه فتره زمنيه جيده. هون في عندنا جير بوكس عادة هلا مش شرط طبعا في حالات ما في جير بوكس ما بحتاج جير بوكس. في تايب من التايبس التايب الرابع تبع الوينتر باينز تايب دي ما بحتاج جير بوكس. بس بتايب اي وبي وسي الوينتر باينز يوجوالي بستعمل جير بوكس لانه عندي اندكشن جنريتر بيكون موجود. بتفصيل هذا رح نطلع عليه بتفصيل اكثر فيما بعد. بس عادة انا عندي التيرباين نفسه الهب هاي القطعة اسمها ناسيل. الناسيل اللي فيها بداخلها في الجنريتر عادة بكون في الجير بوكس. الجير بوكس شو بكون ستيب اب ولا ستيب داون؟ ستيب اب ولا ستيب اب؟ ستيب اب للسرعة الانبوت ابطا من الاب. تمام ممتاز. بهاي من الحالات النادرة اللي بكون في سرعة الدوران هون بتكون حوالي 30 ار بي ام. سرعة الدوران هون حوالي 1500 ار بي ام. فالجير بوكس اللي موجود هون بيرفع السرعة من 1 ل 50 بنسبة 1 ل 50 فبتعطيني سرعة أعلى بتكون مشبوكة ميكانيكيا مع الإلكتريكال جنريتر وممكن حتى أحيانا يكون ترانسفورمر فيه هون ترانسفورمر كمان. هي الوينتر باينز طبعا رح يكونوا في تتذكروا حكينا لازم يكون في مسافة محددة بينهم تعتمد على قطر البليد التيرباين نفسه اللي موجود. هي نوع رابع من التيرباين حكينا لحد الآن هايدرو تيرباين وينتر باين. فالفلويد هون مي الفلويد هون هواء غاز تيرباين الفلويد هون غاز اللي احترق وعندي ستيم تيرباين والفلويد هون ستيم. هي اربع انواع من التيرباين كلهم منهم نفس المبدا التيرباين هو قطعه ميكانيكيه بتشبه المروحه لها بليدز بالعربي بنسميها التيرباين بنسميه مين بعرف؟ العنفة التيرباين مختلف عن الجنريتر هو مشبوك مع الجنريتر وزي ما سألتوا أحيانا بيكون في بينهم جير بوكس وأحيانا ما في بينهم جير بوكس بس هي نفس المبدأ اللي هون. هدول أربع أنواع من التيرباينز. التيرباين هو قطعة ميكانيكية تشبه المروحة تضرب عليها فلويد أنواع مختلفة من الفلويد
وبأدي إلى حركة ميكانيكية، فبتتحول الطاقة الكينيتيك انرجي أو البريشر انرجي اللي موجودة في الفلويد تتحول لميكانيكال انرجي دورانية. بي في أوميجا، بي في أوميجا هي الطاقة الميكانيكية اللي بعطيني. تايدل، تايدل ويف، المد والجزر. احنا في هاي في عندنا ظاهرة بتتكرر كل 24 ساعة أربع مرات أو مرتين مرتين، عند المد والجزر. لما بيرتفع لما بصير عندي مد تايد كومز ان، هاي تايد بالانجليزي بنسميه هاي تايد، بيمر من هون فبمر على هاي كمان هايدرو تيربان، عم بمر من هون بعدين لما ترد العملية تنعكس بده يطلع مرة ثانية من هون. هاي العملية الدخول والخروج بتولد طاقة. ميزة التايدل ويف انه بريدكتبل، بعرف بالضبط امتى وقته. بالنسبة للبي في، انتو فيري فاميليار بالبي في، عندي هون البي في بانلز يجي عليها الراديانس، الراديانس وحدته متذكرين واتس بير سكوير متر، تحول الطاقة إلى طاقة كهربائية دي سي، لازم أدخلها على الانفرتر، والانفرتر لازم تلتزم بأشياء معينة، توليدها للأي سي إيش لازم يكون؟ يلتزم بثلاث أشياء، نفس الفريكونسي، نفس الفيز، والفولتج، حتى أقدر أشبه فيها. طبعاً هذه في الحالة راح تكون سينجل فيز، إشي منزلي صغير زي هيك راح يكون سينجل فيز، فراح تكون هذا سينجل فيز انفرتر. طبعاً هذا على مستوى منزلي، على مستوى أكبر من هيك مولد 3 فيز بكون عندي ترانسفورمرز برفع الفولتج، بنقل على شركة كهرباء على فولتج